ضربة الجزاء نعاود ونكرر في ضربة الجزاء كان لو تورنون دي ماتش وكانوا امور بزاف كانوا قادرين يتبدلوا ويستسمحوا لي سوبورتير تاعنا النتيجة المخيبة هذه. على كل درنا مقابلة نجم نقولوا من ناحية تكتيكية كنا في واقفين في ارض الميدان ادينا اللي علينا لاعبين مشكورين ان شاء الله نرحموا في اللي جاي.